وحول دخول المواطنين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دخل المواطن في مصر ليس كبيرا. وأكد الرئيس السيسي أن الدخول البسيطة لن يتم تعديلها إلا بعمل محترف. يبقى دخول المواطن المصري بصفة عامة دخول مش كبيرة، وبالتالي الناس بتشعر بأي ضغط في الأسعار بتتأثر بيه. فحد يقول لي طيب ما انت عارف اهو، صحيح يعني انت عارف ان الظروف صعبة، صحيح، بس ده خيار من اتنين، يلغي الكلام ده كله وضيع مستقبل البلد دي واي تقدم واي تطوير حقيقي لتغيير حياتنا، او ان انا اعمل الاتنين، ايسر ما امكن حياة الناس. يا دكتور مصطفى، بان احنا يعني مثال، كنت لسه بكلم الدكتور علي من شويه بقول له هاجموك على الرغيف اللي انت اللي هو المعدل ده اللي هم عايزين بيدرسوه يعني، فبقول له طب انتوا قلتوا للناس ان الرغيف ده بيكلف 75 80 قرش اللي بيتباع بخمسة قروش؟ حد يقول لي انت بتتكلم في الحكايه دي هنا دلوقتي؟ انا بكلم المواطن المصري، بكلم بلدنا، بكلم الناس اللي هي امنتنا على نفسها وعلى مستقبلها، مش بكلم، مش مقصودش اي حاجه، اللي انا بتكلم عليهم دول اهلي وناسي، اهلي وناسي اللي انا اتمنى ان انا اعمل لهم احلى حاجه في الدنيا، مش انا بس، انا اتصور كل انسان مصري مخلص في الحكومه في اي قطاع ما بنشوفوش حتى. لكن بقول لكم تاني، النهارده الدخول البسيطه ديت مش هنقدر نعدلها غير بعمل وعمل محترف.